بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم استكمالا لمساق سيكاتريك منتل هيلث نيرسينج، وفي المحاضرة الثانية والتي بعنوان Principles of the Nurse-Client Relationship، بمعنى ما هي المبادئ التي ستكون بين الممرض والمريض. In this chapter we will the learning objectives. First, identify the goal of the nurse-clientship. ما هو الهدف من ذلك العلاقة؟ ما هي الهدف منها؟ Describe the roles of the psychiatric nurse. وصف أدوار الممرض الطب النفسي. Describe the phases of the relationship development and the tasks associated with each phase. نوصف مراحل تطور العلاقة. في عنا ثلاث مراحل. Identify and discuss essential conditions for the relationship, therapeutic relationship to occur. اللي هو راح نحكي عن الشروط الأساسية لحدوث العلاقة الاجتماعية. Describe therapeutic and non-therapeutic communication techniques. اللي هو التقنيات التواصل العلاجي والغير علاجي. نحددها ونعرفها. Identify four roles of mental health team. راح نحكي عن اللي هو أهم أدوار في التمريض. طبعا بخصوص اللي هو الريليشنشيب، العلاقة دائما يعني بين الممرض والمريض، يعني في هناك الكثير من المعوقات طبعا التي تؤثر على هذه العلاقة بينهم. لازم إحنا كتمريض نكون في عنا أو نأخذ هذا الأمر في عين الاعتبار، خاصة من إحنا كتمريض، لأنه إحنا يعني احنا المسيطرين على المكان، احنا اصحاب المكان، وايضا احنا اللي هو نستخدم فن الرعاية، فن هي the art of caring embodied in the therapeutic nursing client relationship. نستخدم اللي هو فن الرعاية في العلاقة العلاجية اللي احنا بنقوم فيها. احنا اصحاب المكان، واحنا هذا الشخص مريض ومحتاج لنا، واحنا اللي راح نكون نتحكم في الجلسات ونتحكم في صحة هذا المريض النفسية والعقلية والجسدية. عشان هيك لازم انا اكون فاهم ايش اللي هو الريليشنشيب بيني وبين المريض، ايش المعيقات اللي بتكون موجودة، ايش في شغلات ممكن انا اعزز هذه المشاكل. ولاننا ايضا احنا نستخدم العلاقة هذه the therapeutic interpersonal relationship that develop between nurse and the client in vehicle for affecting client change and growth. يعني احنا the therapeutic relationship is used as a therapeutic vehicle to affect change. يعني احنا نستخدم هذه العلاقة تعتبر يعني كوسيلة علاجية عشان انا اقوم احدث تغيير في هذا المريض طبعا، وتعزيز اللي هو العلاج وتعزيز الصحة النفسية والعقلية والعاطفية في هذا المريض. فانا بدي احسن هذا اللي هو العلاقة عشان انا احسن صحة المريض العقلية واقدر اعالجه، واقدر تكون هذه المريض جاي فعلا يستفيد مني وانا فعلا افيده وأكون مسيطر على اللي هو هذه العلاقة. أدوار roles of the nurse in a therapeutic relationship. ما هي الأدوار اللي أنا لازم أكون ملاحظها في العلاقة العلاجية بيني وبين إيش المريض عشان أنا أقدر أعمل إيش توفير للرعاية اللي هو الخاصة في المريض. أول شغلة the stringer اللي بنسميها أنا الغرابة، يعني بمعنى إنه أنا لازم أكون عارف إنه أنا هنا يعني أعتبر هذا المريض شخص غريب، ما في أي علاقة تربطك بينه وبينك وبينه مسبقا. فعشان هيك لازم إحنا عندنا في شغلتين مهمات: accepting the patient as he is. لازم أنا أقبل المريض كما هو، أقبل المريض كما هو، وأيضا يعني بمعنى انه باختلاف الوجهات النظر بينه وبينه ايا كانت، يعني بدك تحكي امور سياسية، بدك تحكي امور
جنس تاع المريض، ذكر أو أنثى، أنت بدك تحكي عن انتمائه، بدك تحكي عن الشغلات الأساسية، الشغلات المرضية اللي هو بيعمل فيها، الـ disorganized behavior، ممكن يكون مثلا عنيف، ممكن يكون عامل جريمة أو عامل سلوك سيء، وأنا لازم أتقبل المريض هذا accepting the patient as he is. مش أقول أنا لا والله هذا مريض أتعامل معاه، أو أنا والله مش حابب يعني أخدمه وأساعده لأنه والله لون بشرته أسود، أو وهكذا مثلا. treating the patient as an emotionally able stranger، وهو يعني هنا بنعامل المريض على انه يعني في عنده مشكله بتكون عاطفيه، وانا لازم ايش، مشكله عاطفيه غريبه وانا لازم اتعامل معها. كير جيفر، يعني انا اهتم في هنا الصحه، في جانب الصحه بشكل ايش عام، واهم في الكير جيفر اللي هو بيلد تراست، بناء الثقه، بناء الثقه اللي هي اصعب واهم واساس شغله بينه وبين المريض، بناء الثقة. إذا أنا بنيت الثقة بينه وبين المريض، أنا راح أقدر أول شيء أساعد المريض، هذه الأوتكم بتاعتي حتكون والله المريض شفي، وأيضا في خلال المرحلة هذه راح المريض راح يعطيني معلومات وراح يعطيني إفادة جيدة ويتعاون معايا ويرد عليا، وفي الآخر حيكون في هناك تحسن لحالة إيش المريض. وأيضا إذا كان المريض if the client also require physical nursing care، أنا لازم أقدم له إياها، مش بس انا بحكي عن اللي هو سايكو سوشيال نيد، او اللي هو يعني اذا بده شغله نفسيه، لا، حتى لو بده شغله جسديه انا مسؤول اللي هو ايش عنها. ادفوكيت، ادفوكيت انا هنا المحامي، انا هنا الممرض بكون هو المحامي للمريض، بمعنى انه يدافع عنه، يدافع عن حقوقه اللي هو للمريض. لكن في شغله اساسيه اللي هو for example the nurse cannot support a client decision to hurt him or herself or another person. أنا هنا بدافع عن المريض وبعطيه صلاحيات وبخليه بدعمه في أي قرار هو بيتخذه، ما عدا إذا هو كان في قرار إنه بده يأذي نفسه أو يأذي الآخرين، أنا حينتها ما بكون اللي هو advocate، محامي له، وأروح أدافع عنه وإيش وأدعمه في هذا الاتجاه. the resource person، أنا مرجع، أنا هنا مرجع لهذا المريض، أنا أي شغلة بدي إياها بيجيني أنا عشان يقول لي مشاكله، يقول لي همومه، يقول لي متطلباته. عشان هيك أنا كممرض لازم أبقى عارف إنه أنا والله لو أجى مريض طلب مني يزود طلباته إيش، أنا أبقى على قدر من هذه المسؤولية، وأنسر تو كويشن يوجوالي فورميليتد وذ ريليشن تو أ لارج بروبلم، يعني أنا بدي أعمل حل لهذه إيش المشاكل. Also the nurse explain in language that the client can understand. أنا بدي أحكي في لغة المريض هذا إيش بيقدر يفهمها، ما بدي أحكي مع إنجليزي، ما بدي أحكي مع لغة صعبة أو لغة طبية، لا، بدي أحكي معاه كلمات عامية زي ما هو بفهم أنا أحكي معاه. The teacher، أنا هنا بدي أكون بدور إيش المعلم، ليش؟ لأنه أنا بدي أعلمه، بدي أعمل له إيش new methods، في شغلات وطرق جديدة of coping، في التكيف and solving problems. يعني هذا المريض أنا لما أجي بكرة أطبق عليه إحدى المودلز اللي هو في السايكو فارماكولوجي أو في السايكو ثيرابي، أنا والله بدي أبدأ أساعد فيه وأطور من هذا السلوك. عشان هيك أنا أعتبر نفسي هنا إيش، أعتبر نفسي أستاذ اللي هو معلم إله، وأنا لازم أقوم بإرشاد المريض حول اللي هو مثلا ميديكيشن، ادويه، اشرح له عن الادويه اللي بياخذها، افيلبل كوميونيتي ريسورسز، انا اذا في هناك يعني موارد مجتمعيه بتقدر تساعده، او انه والله تقدر تخدمه، انا اكون ايش مرشد له لهذا ايش المريض. ذا ليدر بمعنى القائد، يعني انا لازم اسمح للمريض انه يكون مشارك معايا في هذا النشاط وهذا التصميم. To allow patient to be active participant in designing nursing plan of him. أنا لازم أخلي المريض يساهم في اللي هو اتخاذ الخطوات واتخاذ القرارات، اللي هو مثلا بقول أنا بدي أقوم بدور معين يا ممرض فلان، بدي أقوم في دور معين، أقول له يلا أنت اليوم إيش اتخذ هذا الإجراء وأنت تكون قائد
اليوم ايش حابب نحكي عن ايش؟ ايش اليوم انت اليوم حابب يا الممرض بيحكي للمريض مثلا، انت اليوم ايش حابب تعمل في يومك؟ والله حابب مثلا نعمل ايام كير، خلاص توكل على الله يلا اليوم بدنا نبدا نعمل مثلا تهتم في نفسك، اليوم حابب تقوم في دور معين او تحكي عن موضوع معين يقوم، اعطي له مجال ومساحه من الحديث من اللي هو عشان يتخذ هذا القرار، وهو بكون شارك في العمليه وهو بتحمل حنيتها، بحس حاله متحمل المسؤوليه في هذا القرار. سيرجيت بمعنى البديل. طبعا انا هنا المريض بنظر للممرض على انه شخصيه، على انه شخصيه مثلا ماذر فيجر، شخصيه كالام، السيبلينج اخ او شقيق، يعني فورمر تيتشر مدرس، او اللي هو انذر نيرس هو هاز بروفايدد كير ان ذا باست، يعني بمعنى انه الممرض اللي هو اللي بيقدم الرعاية كان له في الماضي، بمعنى انه انا بديل عن عائلته عن اهله عن اخوانه، فعشان هيك ممكن زي ما الواحد بيتعامل احيانا مع اخوته ممكن يجي يتعامل معك يحكي لك شغلات معينة، يطلب منك شغلات اخوية او كأم، فاحنا لازم نكون متقبلين لهذا السلوك وفاهمين انه هذه ايش من ادوارنا في التعامل مع المرضى النفسيين. كير مانجر مدير الحالة، مدير الرعاية، يعني انا بدي اعمل عملية assess patient، اقيم هذا المريض، develop treatment plan، اطور من الخطة العلاجية، coordinate resources and care provided by others، انا بدي ايش اعمل عملية تنسيق لهذه الموارد والرعاية المقدمة من قبل الاخرين. The care manager also manage patient needs and resources episodically and is skilled in managing psychiatric rehabilitation. انا هنا بدي ايش اعمل؟ بدي اعمل ادارة للرعاية وايضا اشوف ايش احتياجات المريض، وايش اعمل ادارة اعادة التأهيل النفسي بالاضافة الى الوقاية من اي انتكاسات اخرى لهذه الحالة. بدي ارعى الحالة من جميع الجوانب. The counselor مستشار، بمعنى انه انا هنا المريض interpersonal techniques، بدي استخدم تقنيات التعامل مع الاخرين ماشي لمساعدة المرضى على تعلم التكيف، to learn to adapt to difficulties or changes in life experience، او اللي هو يعمل عملية التكيف مع الصعوبات او التغييرات في تجارب الحياة. يعني انا بدي ارشده، طبعا مستشار لما نقول احنا والله مستشار رئيس او شيء، هو برشده بقول له اعمل هيك افضل وساوي هيك افضل، عشان هيك الكونسلر هو مستشار لهذا المريض عشان يساعده على عملية التكيف اللي هي اهم شغلة في عنا في الصحة النفسية، عملية الادابتيشن. Faces of a therapeutic nurse client relationship، مراحل العلاقة العلاجية بين الممرض والمريض. طبعا therapeutic interpersonal relationship is the mean by which the nurse process is implemented، بمعنى انه يعني العلاقة هذه العلاجية بينهم هي طبعا تعتبر الوسيلة اللي احنا من خلالها راح ننفذ عملية ايش اللي هو التمريض او الخطط العلاجية تاعتنا. Through the relationship problem are identified and resolution is sought، بمعنى انا في خلال هذه العلاقة راح اعمل على عملية تحديد المشاكل، identify problem and ايش resolution اللي هو راح اقدر على عملية حل هذه المشاكل. بمعنى لو انا جاني مريض سكيزوفرينيا او ديبريشن مثلا، انا راح ابدا ايش ارتب اموري، في عندي مراحل لازم انا ايش اعرف انه انا في اليوم ستيب باي ستيب، انا اليوم عندي الفيسز اللي هو المراحل، هذه الفيسز اوف ثيرابيوتيك عندي ثلاث مراحل. اول واحدة الاورينتيشن فيز، اورينتيشن فيز بمعنى مرحلة ايش زي احنا لما نروح على القسم او ايش نعمل اورينتيشن، تعارف او التوجه اللي حيصير من المريض اتجاه ايش الممرض، بمعنى اول علاقة علاقة التعارف اورينتيشن.
before meeting قبل ما يقعد مع ال before قبل اللقاء المريض اللي هو the nurse has important work to do بمعنى لازم يقوم في عمل مهم. The nurse read background material available on the client يجب عليه أن يقرأ اللي هو الأوراق الملف الأساسي تاع المريض، يقرأ إيش صار مع المريض أو إيش داعي المريض هذا للجاي. أنا لازم أبقى عارف بعض المعلومات المتوفرة لدي عن هذا إيش المريض. becomes familiar with any medication the client take إذا تعرف على أي أدوية بخدها معايا. great gathers necessary paperwork بدي أجمع الأوراق اللازمة and arranges for a quiet private and comfortable setting بدي أرتب هذه اللقاءات اللي تكون في مكان وبيئة هادئة وفيها البرايفسي الخصوصية وأيضا إيش comfortable مريحة. this is the time for self assessment وهذا لازم يكون إيش أيضا يعني الوقت المناسب للقاء. ما بدنا يكون والله أنا أقابله في مكان فيه دوشة أو مكاتب غير مناسبة أو جلسات غير مناسبة أو وقت اللي هو مثلا متأخر من الدوام وهكذا. The orientation phase begins when the nurse and the client meet تبدأ هذه الجلسة الorientation أو مرحلة الorientation تبدأ عندما يلتقي الممرض والمريض and ends تنتهي when the client begin to identify problem to examine during the orientation phase يعني بتنتهي اول ما انا ابدا احدد المشاكل ابدا احدد المشاكل اللي موجوده عند المريض خلاص عرفت ايش في عنده في الاكسترن في المينتال سيت اكزامينيشن ايش في عنده مشاكل في البرسبشن في الفوبيا في الدبريشن في اي مشاكل معينه عنده خلاص انا حددت والان بدي ابدا ايش انطلق للمرحله الثانيه اللي هو حل هذه المشكله فعشان هيك اللي عندها انا بنسميها orientation phase. the nurse establish roles بدي احدد الادوار والغرض من الاجتماع the purpose of meeting بدي اوضح للمريض ايش اللي هو الهدف والغرض من هذا الاجتماع ايش في باراميترز معايير للاجتماعات اللاحقه بدي احددها يعني وايش احدد التوقعات clarifies expectation التوقعات اللي المريض لازم اوضح له اقول له انا مثلا جلستنا هذه راح نحكي عنها بعد اللي هو قليل. the nurse should consider his or her personal strength and limitation انا بدي احدد نقاط القوة للشخصية قوة شخصية هذا المريض أبقى عارف إيش عنده نقاط شو قوة مثلا والله علاقته الاجتماعية مع الآخرين قوية في عنده عائلة في عنده أصدقاء في عنده الوضع المادي كويس وهكذا بدي أحدد بدي أعرف إيش في بعض الليميتيشن اللي هو القيود في العمل مع المريض إنه نحدد بعض القيود إذا لزم إيش الأمر. number five the nurse must come to each client without ايش preconception or prejudice بمعنى انا هذا الممرض لازم يقعد مع المريض دون افكار مسبقة سلبية او تحيزات بمعنى انا لازم اقعد مع المريض هذا ما اكونش متحيز والله عشان لون البشرة او علشان الجنس او علشان والله التنظيم السياسي مثلا يعني خاصة احنا في غزة ويعني ما يكونش في عندي اي تصور سلبي يحكم انه والله انا المريض هذا بدي ادمره بزياده مثلا مريض بعنف الاطفال انا ما اجي اقول والله انا هذا بدي انتقم منه او بدي اعاقبه عشان هيك لازم انا ايش استثني كل هذه الشغلات من ايش اللي هو البرسبشن تاعتي. رقم 6 واهم واحده during the orientation phase the nurse beings to build the trust يجب علي ان ابني الثقه في مرحله الاوش الاورينتيشن وطبعا البيلد تراست امر مش سهل وامر مش صعب بمعنى ان لما استقبل المريض ببهجه
لما انا استقبل المريض وانا عندي باك جراوند عنه، معلومات عامه عن المريض، عارف يعني تفاصيله، مش معقوله يعني انا جاي قاعد مريض اقعد اساله عن عمره وعن اسمه وهكذا. ابقى فاهم ان جنرال وضعه، استخدم الثيرابيوتيك ريليشن شيب اللي حنحكيها كمان بعد قليل، مثلا ايش في شغلات ممكن تعزز العلاقه العلاجيه بينه وبين المريض، واستثني الايش اللي هو النون ثيرابيوتيك ريليشن شيب، استثنيها واعزز دور العلاقه مع المريض. هذا المريض بده ايش يشعر ان انا والله دكتور او ممرض فاهم وضعه، بساعده، بشرح عن طريق اللي هو العلم والمودلز، في عندي وسائل علاجيه حديثه، عندي وسائل علاجيه مناسبه لحالته. حينيتها المريض هذا ايش بده يعطيني الثقه انه انا يبدي يعطيني اسرار عن حاله وعن حياته وعن اللي صار معاه، لانه طبعا لكل شخص يوجد لديه اسرار، حتى المريض. نحن نحكيش عن مريض هنا مثلا والله فصام حاد، ممكن نحكي عن مريض مثلا او سي دي، اوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر، او مريض والله بي تي اس دي وعنده مشاكل كثيره وفي شغلات بيخجل يحكيها، مخجله عن بيهيفيرز معين بيخجل يحكي. فعشان هيك انا لو بنيت الثقه ببدا يحكي لي هذه الشغلات وهذه التصرفات اللي بيقوم فيها. ايضا من الشغلات الاساسيه عشان احنا نعمل اللي هو الفوسترز تراست، اللي هو the nurse should share appropriate information، لازم يشارك مع المريض المعلومات المناسبة في هذا ايش اللقاء وهذا ايش الوقت. مثلا الاسم، سبب اللي هو حضوره، level of schooling او education اللي هو مستوى التعليم تاع المريض، يعني معلومات تعتبر كعامة، وانا هنا ببدأ ايش اعزز هذه الثقة بينه وبين المريض. مثلا هنا hello James my name is Mr. Ames and I will be your nurse، أنا هنا ممرضك اللي حكون حعالجك، for the next 6 Tuesday، لمدة الأيام الثلاثاء الستة القادمة. I am senior nursing student at University of Mississippi، مثلا يعني أنا طالب ممرض حكون معالجك النفسي لمدة 6 أسابيع، كل يوم ثلاثاء حيكون لنا جلسة. هنا بتبدأ ايش تعزز الثقة بينك وبين ايش المريض. طبعا introduction are often uncomfortable بشكل عام، المقدمات او اللي هو مرحلة الorientation بتكون غير مريحة للطرفين، ممكن انه يشعروا في ايش في بعض الانكزايتي اللي هو الشعور بالقلق. طبعا هذه بدها وقت حتى تنزاح وايش ينحسر او يقل هذا ايش الانكزايتي بين الطرفين، فعشان هيك هذا امر طبيعي. contract between the client and nurse اللي هو العقد بين الممرض والمريض، في هناك اتفاقية احنا لازم نكون نعملها بينه وبينه عشان والله هذا المريض نعزز الثقة، وايضا عشان احنا نصير ضمن خطة علاجية هادفة وايش رسمية. طبعا الخطة لهذا العقد اللي هو الكونتراكت لازم يكون بيحتوي على وقت، مكان، طول الجلسة، متى ستنتهي الجلسة، مين اللي حيشارك معنا في الخطة العلاجية، who will be involved in treatment plan، ايش مسؤولية client responsibilities، مسؤوليات المريض، وايضا ايش مسؤولياتي انا كممرض اتجاهه اللي هو التزم في الوقت، انتهي في الوقت، والمحافظة مثلا على السرية confidentiality، وايضا اللي هو ايش اعمل عملية توثيق الجلسات. مثلا مثال هنا contract example nurse Mr. James we will meet at 10 a.m. each Tuesday in the consultation room at the client at the clinic for 45 minutes from September 15th to October 27th. We can use that time for further discussion and use psychosocial nursing tools of your feeling or of lone line and anger you mentioned and explore something you could
to make the situation better for yourself. بمعنى انه انا بدي اشرح له جلساتي متى، المدة تاعتنا راح تكون من متى لمتى، ايش راح يستخدم هنا ادوات التمريض النفسي فيها، عشان انا ايش اعالج مشاعر الوحدة اللي بيقوم فيها والغضب اللي هو كان يحكي عنه، واقوم بعملية تحسين لوضعه. confidentiality السرية، واحترم حق المريض واحترم خصوصية ايش اي معلومة، خصوصية المريض وخصوصية اي معلومة حول ايش صحته وحول وضعه اللي هو العقلي وايش البدني. The client's right to keep private any information about his or her mental or physical health and related care. يجب ان احافظ على هذه ايش السرية، وفقط اللي هو allow only those dealing with the client care، بس اطلع الناس الخاصين والمسموح لهم يطلعوا على المعلومات، لانه المريض لما يتحدث راح يحكي عن delusion معين، hallucination، راح يحكي عن تصرفات disorganized behavior، فهو ما بيحب الناس تشوفها وتشاركها يعني، وفي بعض التسريبات لا لازم بس الخط يعني. انا كممرض ممكن يكون في عندي مساعدين من الهيلث تيم، مثلا الاخصائي الاجتماعي النفسي، بس ممكن اطلعهم عليها، اما ما دون ذلك لا، دائما تضل المعلومة ايش سرية. حتى احنا في المستشفيات نحاول الملف يبقى سري ومش اي شخص اللي هو ايش يطلع عليها. لكن ممكن تطلع او بالقانون يعني، في حال كانت ايش في عنده شغلات فعلا مسيئة، مثلا the law require that the staff report لو لاحظ suspected children and elder abuse. مثلا والله اذا كان في عنده اضطهاد او اللي هو استخدام وسائل معينة مع الاطفال او مع الكبار العمر، وبيستخدم في حالات شاذة مثلا استخدام معها، انا لازم هنا ابلغ السلطات المعنية لاتخاذ الاجراء المناسب بحق، او انه ايش يحمي هذه الجهات اللي ايش المضطهدة منه. working phase، هذا نيجي خلصنا orientation phase، الان نحكي عن working phase اللي هو مرحلة العمل، مرحلة تغيير السلوك. نبدأ احنا في الخطوات العملية ليش تحسين اللي هو الحالة او problem solving للمريض. the specific task of the working phase include the following، تشمل ايش maintaining a relationship اللي هو ما نحافظ على هذه العلاقة، gathering more data نجمع معلومات كتير لانه هذا المريض بده يحكي لنا معلومات اكثر، ايضا exploring perception of reality بدي استكشف اللي هو تصرفات او التصورات الواقع على الواقع للمريض، يعني كيف اللي هو ادراكه، بدي اشوف كيف الادراك تاعه، developing positive coping mechanism بدي اعمل عملية اللي هو ايش التكيف الايجابي مع هذه البروبلم، promoting positive self concept بدي اعزز مفهوم الذات الإيجابية زي ما حكيناه في المحاضرة السابقة، self actualization و self esteem، encouraging verbalization of feeling اللي هو أنا بدي أعمل عملية تشجيع على يعبر عن هذه المشاعر اللي هو كابت فيها وكاتمها في نفسه، لا يخليه يطلعها ويبدأ يحكي هذه إيش المشاعر، facilitating behavior change بدي اسهل عمليه تغيير السلوك، لانه هنا قلنا احنا في disorganized behavior، انا بدي ابدا ايش اغير هذا السلوك، اذا كان والله مريض مثلا OCD مثلا بدي ابدا اخليه يحسن اللي هو اليه السلوكيات تاعته. working through resistance بدي اعمل عمليه تغيير السلوك يقاوم هذا التغيير، evaluating progress and redefining goals
as appropriate، بدي أعمل عملية تحديد الأهداف حسب اللي هو الأولويات وتكون مناسبة. Provide opportunities for the client to practice new behavior. إيش في عندنا فرص تساعد المريض على تحسين سلوكه، أستخدمها يعني استغلال اللي هو الفرص. Promoting independence، أعمل عملية استقلالية ويركن على نفس على شخصه المريض. في عندنا هنا شغلتين مهمات لازم احنا نلاحظهم. It is common for the client. أول واحدة اللي بمعنى It is common for the client to unconsciously transfer to the nurse feeling he or she has for significant others. This is called transference. بمعنى انه ينتقل المريض دون وعي الى مشاعر ايش الممرض، ويصير هنا ايش يعمل عملية ردود فعل سلبية ومقاومة للممرض. بمعنى for example if the client has had negative experience with authority figures such as parents, teachers or principals, he or she may display similar reaction of negatively and resistance to the nurse. بمعنى اذا كان المريض دخل او عمل يعني دخل في تجارب سلبية مع شخصيات ذات سلطة واللي هو نفوذ او سلطة يعني سلطة عليه كانت مثل احد الوالدين او المعلمين او المدراء عليه قبل هيك، واذا اجى الممرض ايضا بده يعمل اللي هو يحس يشعر انه هذا صاحب سلطة، راح يعمل اللي هو عملية ردود فعل اللي هو سلبية ومقاومة لايش الممرض، اللي هو ليش؟ لانه شاف الممرض انه والله جاي يتسلط علي هذا كمان، فبتلاقيه راح يخرب او راح يفشل هذه العلاقة. هذا بنسميها ترانسفيرنس. عكسها when the nurse responds to the client based on personal unconscious need as conflict. This is called counter transference. For example, if the nurse is the youngest in her family and often feels as if no one listened to her. بمعنى انه بنسميها اول شيء counter transference. اذا كان الممرض اصغر واحد في عيلته ودائما ما حدش معبره مثلا او ما حدش بسمع منه، واجى المريض هذا غضبان وبدوش يستمع له، فبتلاقيه بسرعة يعني بالانكونشس استشاط غضبا، وانه والله انتقل لهذه المشاعر السابقة، وانه راح يعمل عملية اللي هو ايش غضب بشكل كبير للممرض، انه انحط في نفس الشعور اللي كان مثلا بشعر فيه سابقا. Termination phase، المرحلة النهائية، خلصنا غيرنا السلوك حسننا المريض، الآن احنا في مرحلة الانهاء. والمرحلة الأخيرة هذه لو انتم لاحظتوا انه احنا في مرحلة الاورينتيشن، في مرحلة الاورينتيشن وفي مرحلة الوركينج، احنا كتير راح نكون قربنا من المريض، كتير راح نكون احنا عملنا عملية ايش التراست، الثقة بنيناها، سمعنا كتير من القضايا تاعته، فعشان هيك وهو ايضا امن لنا وكتير اعطانا ايش حكي، عشان هيك مرحلة التيرمينيشن بتكون دائما ايش صعبة، خاصة إذا كان في ايش يانج ايج، إذا كان البيشنت يانج ايج بتكون صعبة عملية التيرمينيشن ومؤلمة للطرفين، خلاص صار في ترابط بين الطرفين، ف أمر طبيعي. The nurse should share his or her feeling with the client. Throughout this interaction, the client learned that it is acceptable to have this kind of feeling. لازم يعرف إنه إحنا هنا وصلنا لمرحلة جيدة،
خلاص احنا اكتفينا في المرحلة العلاجية، هذا امر طبيعي انه هو ننفصل، او كل شخص يعني خلاص انت ايش تروح تشوف حياتك، وانا كممرض وكمعالج خلاص انا بدي انتقل لحالات اخرى. فهذا لازم يشرح للطرفين، او يكون الطرفين عارفينه من البداية انه احنا قد نصل لمرحلة انه والله انتهينا العلاج وفي تحسن للمريض، او انا انتهت علاقتي مع مريض، انتقلت مثلا من في خلال العلاج او في خلال المراحل العلاجية بدي انهي هذه الفترة. فهذه بنسميها termination phase، المرحلة النهائية. ممكن تكون صعبة للمريض خاصة، لكن انا بقعد اشرح له انه والله هذا امر طبيعي. في عندي components of a therapeutic relationship، مكونات العلاقة العلاجية. في شغلات كثيرة احنا ممكن تعمل enhance the nurse client relationship، بتعزز العلاقة بين الممرض والمريض. وهذه تعزيز العلاقة ايش؟ مسؤولية التمريض، nurse responsibility to develop them، مسؤولية الممرض عشان ايش؟ يعزز عملية التواصل والعلاقة مع المريض. أول حاجة رابورت، رابورت اللي هو الألفة يعني والوئام بين اللي هو الممرض والمريض من خلال المشاعر الخاصة، من خلال المشاعر الخاصة من الجانبين يعني من الممرض وإيش المريض، إنه أنا تقبلته، شعرت بالدفء وشعرت بالصداقة وشعرت بإيش الثقة، تراست، بنيت الثقة معاه، نان جادجمنتال اتيتيود، واللي هو انا شعرت المريض انه انا مش صاحب موقف قضائي احكم عليك، انا بالعكس انا جاي هنا اساعدك، جاي انا ابني ثقة معك، احسسك بالصداقة اللي هي بيني وبينك عشان ايش اعمل عملية الرابورت التوأمة ما بين الطرفين. التراست الثقة، to trust another one must feel confidence in that person, presence, reliability, integrity, veracity and sincerity, desire to provide assistance when requested. بمعنى الثقة هنا هي تعتبر الثقة في شخص آخر، المريض يثق فيا طبعا بناء على النزاهة والصدق والصداقة اللي هي قامت العلاقة بيننا عليها، وأيضا الوفاء بالوعود والصدق وضمان السرية ensuring confidentiality وkeeping promise العهود والمواعيد اللي بيننا، وأيضا attending activities حضور الأنشطة مع المريض ودائما أكون حاضر ما تغيبش عنه، لأنه إذا شعر أنه هو والله ألون لحاله ممكن إيش تقلل من عملية التراست بيني وبين المريض. respect الاحترام، يجب علي أنا to show respect and to believe in the dignity and worth of the individual regardless of his or her unacceptable behavior. بمعنى أنا أظهر الاحترام لهذا المريض وبكرامته، وأظهر قيمة الفرد له قيمة المريض بغض النظر عن إيش unacceptable behavior، سلوكه الغير سوي والغير مقبول. يعني ممكن مريض يظهر لي بعض التصرفات، الكلمات، السلوك، لكن أنا لازم أظهر الاحترام للمريض، لأنه إحنا قلنا المريض هذا غير مسؤول عن اللي هو التصرفات تاعته، وأنه هذه كل التصرفات اللي بيقوم فيها disorganized behavior ممكن تكون نتيجة perception أو hallucination أو delusion وهكذا. وأيضا ممكن إيش by calling the client by name، أنا أنادي المريض هذا باسمه، وهذا بيعزز اللي هو إيش الrespect احترام المريض. or spending time with the client، والله أنا أقعد مع المريض أطول وقت ممكن بحس في إيش الاحترام. genius بمعنى الصدق،
أنا أكون صادق مع المريض to honest and real in interaction with the client. يعني أكون صادق وحقيقي مع إيش المريض. empathy ماذا يعني empathy؟ empathy التعاطف is the ability of the nurse to perceive the meaning and feeling of the client and to communicate that understanding to the client. بمعنى قدرة الممرض على إدراك ومعاني إدراك معاني اللي هو ومشاعر المريض وإيصال هذا الفهم للمريض. أنا أقول له أنا فاهمك، أنا شاعر فيك، أنا حاسس اللي هو في إيش أنت بتحكي وإيش بتعني تصرفاتك وكلماتك. التعاطف يعني.